Yeah. أنا مش مصدق إني لازم أروق الجراج. هو أنا ليه ما ينفعش أكون المكنسة؟ عشان المكنسة شغلها أكتر بكتير. طب هو أنا ليه بفتح بقي؟ أنا لقيت جزمة الجاذبية القديمة. هو أنا ليه مش بستعمل دول خالص؟ أوه أنا افتكرت كانت بتخليني يغمى عليا، بس مش للدرجة دي. أنا كويس خالص. عاوز عصير. أسوأ يوم على الإطلاق. نحس مزدوج. بطل طول نحس. إيه أنا مش بيغمى عليا تاني. أمي أنا في حالة عذاب مطلق. أنا اختاروني عشان أشارك في مسابقة أكل الهامبرجر للأعمال الخيرية. أوه أنا سمعت إن الأعمال الخيرية وحشة. لا أنا نباتية، أنا بكره اللحمة. أنا بحب اللحمة. تعرفي بكره إيه؟ التنظيم. بجد؟ أنا بحب التنظيم. أهلاً. الجراج ده كارثة كبيرة جداً. أنا أحب جداً إني أحط كل حاجة بترتيب الألوان في صناديق الترتيب ومعلومات. ياه لو في بس طريقة سحرية تخليكوا أنتوا الاتنين تبدلوا الأماكن، بس طبعاً ده مستحيل خالص. هي دي، أنا بحب اللحمة، أنت بتحبي التنظيم، أتمنى نقدر نبدل أماكننا. هايل، أنا حلوة وأقدر آكل برجر. جميل، سناني كبيرة وهقدر أقعد يوم السبت كله بنظم. استنوا، تيمي عامل زي كلوي وكلوي عاملة زي تيمي، ده هيفجر عقلي. لا، هو أصلاً مخه وحش وهو في مكانه. ودلوقتي صوت واندا خارج من واندا، ودلوقتي خارج مني أنا. استني، ده كان أنا بس بقلد واندا، ودلوقتي أنا بقلد مين؟ أنت. إيه؟ في غرباء بجناحات في الجراج، ده بيحصل دايما لما بلبس الجزمة. آي أنا لقيت زلاجتي الكهربية وباروكة الديسكو الملونة. أنا بتحرك جوه شاحنة. شيتو بيتشا بيراسلكم من مسابقة أكل الهامبرجر السنوية للأعمال الخيرية. رجالة كبار جدا وبنت صغيرة، واللي باين كله جاهز، يلا انطلقوا. إيه يا خفاف، هتاكلوا دول؟ أنا ما أعتقدش. إحنا معانا فائزة، اسمك إيه يا صغيرة؟ تيمي، أقصد كلوي. خلينا نقول كليمي، كليمي تيرنر مايكل. ده أسوأ اسم على الإطلاق. على العموم كسبتي مسابقة التجشؤ كمان. لا لا لا، ترتيب ترتيب، علامات علامات، حبيت ده جدا. أنا اتزحلقت على حوالي 70 عربية وتقريبا كسرت دماغي، عشان أنا شايف إن جراج نظيف، وكمان أنا مين؟ أنت بابا تيمي، وده يخليك باباي عشان طبعا أنا تيمي. يا تيمي، مش عارف بحب إيه أكتر، مهارات تنظيمك ولا صوتك الغريب الجديد ده؟ ابني الصغير أخيرا بقى صوته غريب. أنا مبسوطة إن تيمي بصوت غريب. لمبة، تلفزيون، و أنت عملت إيه؟ أنا حولتك لفائزة. أيوه، ده كان صوت معدتك وهي بتهضم حوالي 17 رطل من الأكل. أنت خوفتي المنافسين. أنت بوظت جسمي الصحي وحولته لمقلب سموم. أنا بطلبك إننا نبدل. ما عنديش مشكلة، أنت عندك ألم في المعدة. بالمناسبة أنت كسبتي كمان مسابقة التجشؤ. أيوة، الجايزة كانت سندوتشات برجر. بطل أكل، خصمه واندا. أوه كلوي، أنت سبتي نفسك قوي فعلاً. هي أنا وأنا هي. علي حينفجر. ما تقلقوش يا جماعة، إحنا هنبدلكوا تاني زي ما كنتوا. كوزمو، دي مش عصياننا. مش هما؟ أوه صح، قصة مضحكة مع عقلي وهو بينفجر، وكده أنا لخبطت عصياننا بالزبالة. مضحكة أكتر. مضحكة. أنت رميت العصيان في الزبالة؟ إحنا هنتحمص لو ما لقيتوهاش. بحب ده. في الحقيقة أنا شامم ريحة عيش محمص، ومعلومة ملهاش صلة، ريحة عصايتي عاملة زي جثة سمكة. أنتوا الاتنين لازم تستنوا شوية لحد ما الاقي العصيان بتاعتنا، لو احتجتوني هكون في الزبالة. طيب ممكن ندعي ان احنا لحد ما واندا تلاقيهم. خليك هادي بس، وبعدك تاكل برجر. كلوي، وقت العشاء. اوه ممكن اكل، اتمنى يكون برجر.
عملنا طبقك المفضل، جبنة سايحة وطبق أعشاب البحر. شكلها عامل زي أكل الكلاب، وريحتها عاملة زي مد وجزر. أوه دي ريحتي أنا يا حبيبتي، أصلي جبتلك الطحالب من المحيط نفسه. أيوة أنا مش هاكل من الأكل الغريب ده، أنا جبت كاس مليان برجر. ده وقت العشاء يا تيمي يا أبو صوت غريب، ممكن تجهز الترابيزة؟ لا يا تيمي، احنا دايما بنحتفظ بلعب باباك المخيفة هنا. كنت عارف ده عشان أنا تيمي، وكنت عارف إن الأطباق في الحقيقة شمال الحوض. أرجوكي كوني هنا، أرجوكي كوني هنا. يا تيمي، أنت عارف إن احنا بنشيل معدات قتال مامتك من القرون الوسطى. إيه؟ مين اللي يحتفظ بأسلحة ولعب مخيفة عند الحوض؟ أقصد احنا طبعا بنعمل كده. أرجوك فكرني احنا بنحط الأطباق فين؟ احنا بنهزر، بنخبيهم زي بيضشة من نسيم، يمكن في اي مكان. انتوا بصراحة مش منظمين خالص، انا مش قادرة استحمل. الشوك في درج الشوك، والمعالق في درج المعالق، اللعب المخيفة تروح في درج اللعب المخيفة. دي بجد لعبة مخيفة قوي. ده نيدي الهمجي، هو وسيم والمفضل بالنسبة لي، لازم اقول كده او هيغضب. صوت تيمي الغريب اتحول لصوت أغرب، ممكن يكون جعان. أنا هجيب طبق الهامبرجر من سلة الغسيل. وهو ممكن يتحط فين؟ التلاجة مثلا؟ أيوة ده بالظبط المكان اللي المفروض يكون فيه، ده منطقي. الموضوع كله كابوس، أنا بكره إني أنت أهلك يشيلوا الأكل في السلة، وخدت نص ساعة عشان أنظف أسنانك الكبيرة اللي قدام. طيب اهدي بس، أول حاجة يعني إيه تنظيف؟ وثانياً ما تلاقيش، واندا هتلاقي العصيان وكل حاجة هترجع لطبيعتها. أو لأ. أكلوني. بقولك، هو في أي حاجة تانية عايزة تقوليها لي عن دولابك؟ هو منظم بدقة. أو وهو في بريتنينة بتأكل للبشر، المفروض تأكلها كل 10 دقايق طول الليل، أو يعني كنت هأكلها لو كنت مكانك. أكلوني. تيمي دافع عن نفسك أو موت. واضح إنك قابلتي فاني، اتمنيت إنه يهاجمني بالليل علشان يخلي مهاراتي القتالية حادة. فكرة بشعة. شكرا على حضوركم جدا يا استاذ ومدام كلامبيكل، ابننا بقى بيتصرف بجنون مؤخرا، وزي اي اباء كويسين احنا طبيعي بنلوم تاثير حد تاني، في الحاله دي بنتكو. ده ايه الصدفه دي؟ زي ما انتوا شايفين بنتنا كمان كانت بتتصرف بجنون، وطبيعي احنا بنلوم ابنكو. طيب يبقى احنا متفقين. استني، مش متفقين بس متفقين. اهدوا بقى يا جماعه، لان انا لسه كلوي القديمه. بالمناسبه سقطت في الرياضيات. كلوي الام تريزا نيل ارمسترونج كارمايكل، انت عارفه ان باباك بيغمى عليه من سيره الفشل، وكمان بيغمى عليه من اللبن بالشوكولاته، الدكاتره عمرهم ما عرفوا ليه. كأم محبة، تيمي كان غريب كفاية جدا من قبل كده، لكن لما شوفه قاعد نص ساعة بينظف سنانه بعرف طبعا ان في حاجة وحشة قوي بتحصل. الحل المنطقي الوحيد هو اننا نفصل ابننا عن بنته كل الابد. موافقة. في الحقيقة أنا وكلارك هناخد كلوي ونعيش بعيد. طيب خدوا بنتكوا الشريرة وامشوا. أنا مش عايز أكون أنتي، بس أنتي كمان هتوحشيني لو مشيتي للأبد. ما تقوليش لأي حد أني قلت كده. تقنياً أنت ما قلتش، أنت أنا. عموماً أنا عندي فكرة، كل اللي علينا أننا نثبت لأهلنا أننا رجعنا، وأحسن طريقة لده إن إحنا نكون إحنا. طيب يا جماعة، عقلي مش هينفجر خلاص، أنا اكتشفت إن كلوي هي أنت يا تيمي، وتيمي أنت يا كلوي. خلاص ما بقاش عقلي هينفجر. ماما بابا أرجوكم ما تخلونيش أمشي، سلوكي الغريب ما كانش لي علاقة بتيمي تيرنر، أنا بس كنت بمر بمرحلة تمرد. أنا رجعت درجات الرياضيات لممتاز جدا، أكلت بريتني، وبصوا أنا باكل طبق أعشاب البحر ده، دي أعشاب لذيذة جدا. بنتنا رجعت يا حبيبتي، لبن بالشوكولاتة علشان الكل.
طيب يا كلوي احنا هنقعد، بس لو سمحتي خففي شوية المكياج، انت شكلك زي اللعب المخيفة. يا ماما يا بابا خلينا ناخد أكلنا من سلة غسيل. أوه يا عزيزي ابننا رجع. خلينا نحتفل بشوية مبارزة وعرض لعب مخيف. أنا مبسوط إن الأزياء نفعت. أنا لقيت واندا. العصيان هي الهدية. أيوة أتمنى لو نرجع نفسنا تاني. دي نجحت، إحنا رجعنا تاني. أنا ما بقتش حلو، مش مهم. أولا كلوي بتقلد كلوي وتيمي بيقلد تيمي. علي هينفجر. أهلا بريتاني. ضعل العقل التاكل. بيض ملون. مجنون وخطير. ده يوم سبت مريح جدا، نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها. ممكن نروح نلعب بولينج. واندا يلا نبدأ بطولة بولينج سمك. حاجة واحدة ممكن تدمر اليوم. يا تيمي. وهي دي. انا سخن، كل فلوسي بتحرق حفرة في جيبي حرفيا، مش واثق في البنوك فبخليها في الفرن. طيب يا بابا انت عايز ايه؟ وانا كلامي ده مش واضح؟ انا بدور على مهن في الانترنت للناس اللي زيي اللي ما عندهمش اي موهبة وطلعت انفع منتج افلام في الوقت المظبوط. مهرجان ده مزدل الاسبوع الجاي. ايوه دخول المهرجان مع تيمي هتكون فرصة كويسة لينا عشان نوطد علاقتنا ببعض. فاكر لما وطدناها وجبنا نحل نربيه؟ كان الموضوع ممتع لحد ما اتقرص. ايوه مين كان يعرف انه هيقرص لما ترخم عليه بعصايه؟ تقريبا كل الناس حتى القرود تعرف. تعرف اننا نعمل فيلم سوا ده هيكون هايل جدا. اوه ممكن اشارك؟ كنت عايزه اكون ممثله. في الحقيقه انا بطله في عرض منفرد في اوضتي. انا بغني وبرقص وبلعب ايقاعات على الكازو. انا ممكن اعزمكم بس اهلي بيقولوا انه لازم يبقى في السر. طيب بس هو ما بقاش سر خلاص، وانا كنت اتمنى كده. على العموم يلا نعمل كده يا بابا. بابا ايوه انا بضربكم. هتعملوا ايه بقى يا سمك؟ بابا بطل تضرب سمكي. النحل رجع. طيب بقى انا اكون المخرج واكشن. ليه مفيش اكشن يا تيمي؟ الاكشن ما بيحصلش فجأة بشكل سحري يا بابا، احنا محتاجين نص وممثلين وعمال. ايوه ده زي ما يكون شغل كتير. في عامل واحد جاي حالا. انا كنت عايزة ابقى في الافلام. اوه انت عندك صوت رائع، انت هتكوني مدربة الصوت. هايل. بقدم لكم كلوي الممتازة. هيضحكوا ويعيطوا، يكونوا مبسوطين او مالهوفين. انا بسلي ومش مزعجة، وتمثيلي ما بقاش سر. انا اسمي كلوي. واو على العموم. وهو ده الغدا، وقت الاكل. انا مش مصدق قد ايه ده رائع. الفيلم بيعمل نفسه، بس عارف ايه اللي احنا لسه محتاجينه؟ قوة نجم. انت عندك النجم. النجم كلوي. ايه على العموم تيمي ايه رايك فيه؟ كاتمان. هو نجم كبير. ما تقولش اسمه، ده هيظهر من اي حته ويدمر حياتنا. مين كاتمان؟ هو في حد قال اسمي؟ انا قلته وانت تعينت. في ايه يا بابا ده مجنون. مش المره دي يا مواطن تيمي، المره دي انت مجنون وانا خطير، زي ما هو مكتوب هنا في النص اللي كتبته، اللي هو اسمه مجنون وخطير. ظهور خاص لكلوي. على العموم النص بتاعي مليان بالحركة السريعة، بطولة المخلص ليك كخطير، البطل الخارق المعقد ماشي على طرف الخطر، وانت تيمي بدور مجنون الصاحب المدافع الطليق اللي بيلعب بقواعده الخاصة. تعرف ده فعلا نص شكله حلو قوي. انا ممكن البس زي بطل خارق بأدوات رائعة. انا متحمس ان اعمل كده. انا بقى مش هعمل كده. انت ما قلتليش ان انا المفروض اعمل سنجاب. في الاصل كان هيبقى بطل خارق في زي حديدي رائع جدا، بس ده كان شكله مجنون، فانا خليته سنجاب كبير بوش طفل بشري عشان ده منطقي. مجنون. ممتاز
من دلوقتي هتبقى دي جملتك المميزة. كمان ممكن أقول إنها تتقال مجنون. كل فيلم كبير بيبدأ بافتتاحية كبيرة ملفتة للنظر، وأنا عندي الحاجة المناسبة وأكشن. أيوة أنا فجرت بيت دينكلبيرج، ده هيبسط الحشود جدا، أنا عارف إنه هيبسطني. شكرا إنك حطيتني في فيلمك يا ترنر، يستاهل إن أخسر كل الممتلكات اللي كانت بتوصلني باللحظات اللي ليها معنى في حياتي. ما تتريقش عليا يا ناكر للجميل، وكمان أنا نسيت أحط فيلم في الكاميرا، فابدأ ابني بيتك تاني عشان أقدر أفجره. أي حاجة عشان الفن يا ترنر. بطل ترمي نوبات غضب عليا، نكمل. يلا نتدرب على المشهد اللي جاي. محدش اداني نص. واكشن. واضح ان احنا معانا الجريمة المثالية في ايدينا يا مجنون. هو مش يا مجنون، ده جنان. التزم بالنص يا تيمي، دي الطريقة اللي ننجح بيها. بطل تضربني بعصايا. كات، انا عبقري جدا. يلا نكمل المشهد التاني. استنى، مفيش مشهد تاني، اللي باقي من اللي اسمه النص ده هي قايمة اعمال كاتمان. انا بس بسميها اعمال كاتمان الرائعة في قايمة، فهمت؟ دي طريقة لعب بالكلمات. أقدر أعمل حاجات. مش مهم. كات جير، أنت جيتي هنا إمتى؟ أوه أنا مش كات جير. استنى، كات جير اللي في الفيلم؟ أنهي فيلم؟ الفيلم ده. لو كنا بنعمل فيلم فهي لازم تكون فيه. أيوة، يبقى أنا كات جير. بابا، فيلم بقى ولا مش فيلم؟ أنا مستحيل أدخل المحل ده لابس سنجاب عملاق كده. أوه ده لازم يا تيمي، فاكر لما وقعت على أوتوغراف البنت؟ هو أنا ممكن أخد توقيعك يا نجم الفيلم؟ دي ما كانتش بنت صغيرة بس صوت حلو، ده كان أنا بخدعك عشان تمضيلي على العقد. إزاي أنا معرفتش ده؟ على فكرة ده أكبر دليل إني أقدر أغير في صوتي. أكشن! يلا نشوف إيه اللي في قائمة أعمال كاتمان. تونة، زبدة. كات جيرل شايفة أي حبوب فطار فيها فران حية؟ هو أنت بتكلمني أنا؟ شفت عملت إيه؟ أنا عندي جملتي المميزة، أنا كات جير. أنا عمري ما تهنت كده في حياتي كلها، وده بيقول حاجة. أنا بحب روحك المحطمة يا تيمي، بس صوتك محتاج شغل. مدرب صوت. جربها بالطريقة دي يا مجنون. كفاية بقى، قصدي مجنون. اعمل زي ما بتقول. خرجوني من هنا قبل ما حد من المدرسة يشوفني. أهو يا بنات يا حلوين، ترنر سمعت إنك بتتمشى بزي سنجاب غبي، فجبت كل المشجعات من المدرسة عشان نزلك. أنا نجم فيلم. كات، عبقري، ده وقت لك. وأكشن. طيب البنت اللي هقابلها المفروض تكون لابسة توكة حمرة في شعرها. أنهي نوع من المجانين ممكن يحط معاد على قائمة أعمال؟ أو أنا حددت مكان المقابلة وهي كلبة حقيقية. ده لا يمكن يكون أسوأ. يا ترنر أنا جبت صيادين سناجب واسمهم بيلي بوب، آدي السنجاب اللي وعدتكوا بيه وهو كبير. واضح انه حلو قوي. بابا الرجاله دول عايزين ياكلوني، اعمل ايه؟ كل فيلم محتاج مشهد مطارده. يلا اجري بسرعه على عربيتك. اكشن. الفريزر هيبقى مليان بلحمه السناجب. ايهو. البيت اتبنى، اتمنى ترنر يقدر ده. يلا اخرج من اللقطه دينكلبيرج. كات. انا خدت كل حاجه الا انفجار بيتك يا دينكلبيرج. عارف ده معنى ايه؟ هبني بسعاده واحنا بنتكلم، بيدي الحياه معنى. ده ممتاز يا تيمي، ده يوم رائع جدا، ده كان ممتع اكتر من ضرب الحاجات بعصايا. انت خلتني اعيش اسوأ يوم في حياتي. اسوأ يوم في حياتي؟ ده اسم حلو قوي للنهايه. مش هيبقى في نهايه. في الواقع انا عمري ما هقضي يوم اب وابن لتوطيد العلاقات تاني. الناس بيطاردوني، اسف جدا اني ما حسيتش بالتوطيد. هيساعد لو اشتريت لك فشار في المهرجان؟ لا ممكن،
لو كبير. تمام. سيداتي وسادتي، أنا تشيتو بيتشاو، برحب بكم في مهرجان أفلام ديمزديل. أول فيلم معانا أخرجه بابا تيمي واسمه مجنون وخطير. أهلا، ده أنا والد تيمي. أنا حبيت أعمل فيلم عشان أوطد علاقتي بابن تيمي أو المسمى بالمجنون. ما تضحكوش على تيمي، اضحكوا علي عشان أنا الشخص المجنون. بتضحكوا؟ مش عارف عشان أنا في الفيلم، أنا غلطان عشان انتهى بي الأمر إني بجرح مشاعره وأخليه زعلان ويطردوا أتوبيس ناس اسمهم بيلي بوب. مفيش حب في ضرب الفيران، وبابا تيمي بقى لطيف وأنا كلوي. حاسس إحساس فظيع، ومش عشان بس السنجاب عمل كده. أنا آسف يا تيمي. قولها بالطريقة اللي قلت لك عليها. أنت مطرودة. المهم إن أنا مهتم بيك أكتر من أي فيلم يا تيمي. أرجوك أرجوك سامحني. سامحتك يا بابا. أي حاجة عشان الفن. أنا جات لي فكرة فيلم ممتاز اسمه مجنون وخطير. لا أنا كوي مطرودة. وقت الأكل.